تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضاري الخارجي بخضرة بأمن دائرة عشاشة أمن ولاية مصغانم من إحباط عملية ترويج كمية معتبرة من نكيف معالج وتوقيف مروجيها. التحريات التي بشرتها المصلحة بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي مكنت من التعرف على هوية المشتبه فيهم ومكان تواجدهم ليتم توقيفهم بالطريق العام وبحوزتهم حقيبة ظهرية تحوي 10 كيلوغرام و602 غرام من الكيف المعالج